دايما بيكون يوم الاربع في الاجتماع الاسبوعي لرئاسه مجلس الوزراء، وفي الحقيقه في الاجتماع ده بيكون في العديد من القرارات اللي بيتم اتخاذها، وبيكون في رؤيه كده للمشروعات وايه اللي تم تنفيذه وايه اللي بيؤجل، وطبعا كل توجيهات سياده الرئيس لازم بيتم تنفيذها. عشان نتعرف اكتر ما تم في اجتماع النهارده، معايا على الهاتف الكاتب الصحفي الاستاذ كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. استاذ كمال، اهلا بحضرتك. استاذ كمال؟ ايوه انا فعلا. اهلا بحضرتك. وطبعا النهارده اكيد الاجتماع كان مثمر وكان فيه العديد من القرارات، نبتديها على مع موافقه المجلس الوزراء على مشروع قانون باصدار قانون اعاده تنظيم الهيئه العامه للنقل النهري. الحقيقه بالفعل هذا القانون نوافق عليه مجلس الوزراء اليوم، والحقيقه القانون مهم جدا لانه بينظم نشاط النقل النهري، وبيضمن ايضا دعم دور هيئه النقل النهري في تنميه الاقتصاد المصري ورفع كفاءه مرفق النقل المائي في بشكل عام وتطويره، وبيحقق الاستغلال الامثل له وفق اسس اقتصاديه واسس فنيه سليمه تكفل اداء دوري في التنميه. طبعا، وده هيساهم كتير في عمليه الازدحام اللي موجود، يعني طول عمرنا عارفين الاتوبيس النهري ده كان من الوسائل الرائعه، ولكن مع التطور كان لازم فعلا يتم تغيير شكله والمنظومه نفسها. مش بس كده، ده كمان طبعا بيضع نظام لدور الهيئه في منح التراخيص للمعديات ووسائل النقل النهري، بما يضمن سلامه وامن المعديات ووسائل النقل النهري اللي كانت يعني بتحدث في سنوات ماضيه بعض الحوادث بالنسبه ل يعني اللي بيستقلوها. فطبعا دور الهيئه يكون مهم في منح التراخيص. الحقيقه وفقا لهذه التعديلات، هيئه النقل النهري هتحل محل ادارات الملاحه الداخليه المختصه في المحافظات في اصدار التراخيص الملاحيه للوحدات النهريه والعائمات الثابته، وايضا اصلاحاتكم العاملين، وفي خطوط الالتزام الخاصه بالمعديات. وطبعا ده بيضمن ان يكون فيه يعني نظام ل يعني لهذه التراخيص، يضمن زي ما قلنا سلامه النقل النهري. جميل. ايضا الهيئه هتختص بوضع الموافقات الفنيه والشروط والقواعد اللي بتنظم الملاحه الداخليه في مختلف المحافظات. والحقيقه طبعا في تشكيل يعني مقترح لمجلس اداره الهيئه، و حدد مهامه يعني هذا التعديل، وان شاء الله هذا التعديل هيحال لمجلس النواب ان شاء الله لمناقشته واقراره، ليكون هناك دور جديد للنقل النهري ولهيئه النقل النهري في تنظيم الملاحه والنقل النهري ان شاء الله. في كمان بقى كان في قرارات خاصه بالزراعه، ومشروع قرار رئيس الجمهوريه بشان اتفاق تمويل التحول المستدام للموائمه الزراعيه في صعيد مصر. الحقيقه بالفعل كان مجلس الوزراء ضمن القرارات كان موافقه على اتفاق يسمى اتفاق تمويل التحول المستدام للمواقع الزراعيه في صعيد مصر. هذا الاتفاق بين مصر والصندوق الدولي للتنميه الزراعيه. الاتفاق بيهدف للمساهمه في تحسين مستويات المعيشه للفئات المستهدفه من المزارعين في محافظات صعيد، خصوصا المنيا واسيوط وسوهاج. بيدخل دعم هذه الفئات لتطوير قدرتها على مواجهه ندره المياه في المستقبل، وايضا مخاطر المناخ عن طريق الاعتماد والتبني لتقنيات الانتاج والري الفعاله. ايضا بيضمن تحسين انتاجيه وجوده المنتجات وتعزيز الربحيه بالنسبه للمزارعين، وتنويع مصادر الدخل عن طريق مجموعه من المشروعات الصغيره. وزاره الزراعه هتتولى تنفيذ هذا البرنامج، واعتقد يعني ان شاء الله البرنامج هيكون له دور في تحسين اوضاع المزارعين في يعني المحافظات المعنيه. ان شاء الله. ده طبعا مع كمان مشروع حياه كريمه، يعني اعتقد كده يعني الحياه هتكون كريمه في كل الجوانب. لو كمان في يعني مشروع قرار رئيس الجمهوريه بشان اعاده تنظيم المجلس الاعلى للسياحه، دي برضو كانت من القرارات اللي تم نعم. اتخاذها اليوم. نعم، يعني بالفعل مجلس الوزراء وافق على اعاده تنظيم المجلس الاعلى للسياحه وفق القانون اللي وافق عليه مجلس الوزراء. هيعاد تشكيل المجلس برئاسه رئيس الجمهوريه، عضوية رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد كبير من الوزراء، منهم وزراء الدفاع والانتاج الحربي والخارجية والداخلية والسياحة، وبالإضافة للوزارات الأخرى. الحقيقة طبعا يظهر من التشكيل أنه برئاسة السيد الرئيس قد إيه المجلس هيكون له دور كبير، وقد إيه الدولة مهتمة بقطاع السياحة اللي يمثل أيضا يعني مصدر مهم للدخل في مصر،
يعني ان شاء الله هيكون له دور في هذا المجلس في اعتماد السياسات واستراتيجيه قطاع السياحه ووضع الحلول المناسبه للتحديات اللي بتواجه الحركه السياحيه، وايضا اعتماد مخططات تنميه المناطق السياحيه ومشروعات الاستثمار السياحي. لو حضرتك بتتكلم على المشروعات السياحيه وشرم الشيخ والمخصصات الماليه، كمان كان في النهارده موافقه على الاعمال الخاصه. ان شاء الله كلنا بنستنى وبننتظر المؤتمر الخاص بالمناخ الكوب 27، وهيبقى فيه يعني شرم الشيخ ان شاء الله هتكون هي من اوائل المدن المصريه اللي صديقه للبيئه، اللي هي نقول المدينه الخضراء. فالاعتمادات خلاص بدأت عشان يعني بالنسبة لمثلا التنقلات بوسائل مواصلات كلها بتعمل بالكهرباء. بالتأكيد طبعا، يعني هو يعني تزامنا مع مؤتمر مناخ ان شاء الله يتم اقامته في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. أيوة. طبعا تم الاعلان ان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء. مدينة خضراء يعني بمعنى ان كل العمل فيها متوافق مع البيئة بما فيها طبعا وسائل النقل. عشان كده مجلس الوزراء وافق على تجدير الاعتمادات الماليه للتعاقد مع عدد من الشركات لتنفيذ الاعمال الخاصه بخطه توفير خدمات النقل الاخضر لاعضاء الوفود المشاركه في القمه، قمه المناخ ان شاء الله. والاعمال المطلوبه منها تنفيذ محطات الشحن والصيانه للاتوبيسات الكهربائيه، حوالي 180 اتوبيس كهربائي هيكون موجود، وايضا هيكون فيه تنفيذ تشغيل منظومه ل 300 حافله هتعمل ايضا بطاقه الكهرباء والغاز. ويعني الحقيقه طبعا زي ما قلنا ده بيؤكد ان مدينه شرم الشيخ ان شاء الله هتكون يعني جاهزه في هذا المؤتمر الهام اللي بيهتم بالمناخ والبيئه، وطبعا هتكون في على قائمه مدن العالم اللي هي اصبح يطلق عليها مدن خضراء.